قتلنا باسم الدين وذبحنا وزفتنا هذا بالبصر الصحي كمان. كانوا يغرون بالحور العين وبالمصاري. وصار يقنعني اني انا اعمل عمليه انتحاريه. يعني حتى اللي استسلم ما تزداد او ثوب. تركيا تريد مصالحها وقطر تريد ايضا مصالحها. كانت البداية من مظاهرات قالوا عنها سلمية وذات مطالب محقة. نحن في البداية يعني لم نجد هناك يعني من يخرج في المظاهرات إلا هو فعلا يعني صاحب حاجة وصاحب غرض شرعي، ولكن فيما بعد تبين أن هناك فعلا من يريد استغلال هذه الأحداث. أشخاص في الداخل نعم، ولكن لهم من يمثلونهم في الخارج ولهم أغراض، أصحاب طموحات. يعني هناك من يريد أن يصل إلى السلطة، هناك من يريد أن يكون له نفوذ في هذه البلد ليمضي يعني مشروعه الخاص وله ولاءه الخاص. يعني طلعنا نحن كلياتنا والدولة نفذت الطلبات هاي، بس بعد منا صارت طورت الشغلة هاي والعالم قعدت بلا شغل، صارت الشغل خف شوي، صرنا نطلع انه شو بعد الضبو، ليش ما ليش اليوم ما طالعين بالمظاهرات، روحوا اطلعوا بالمظاهرات. قال له طيب شو بدنا المظاهرات، يعني احنا اللي بدنا اياه بدنا نطلع على شغلنا، بدنا نطلع اللي طيب اليوم اللي ما طلع فيه على الشغل تعال خذ مني 500 واطلع على مظاهرة. بداية المظاهرات كنا نجتمع بالأماكن المغلقة، بيت، مزرعة، نأخذ الأوامر من عماد خيتي، عمار واد الشام، هدول كانوا هن المسؤولين عن المظاهرات. نأخذ من الأوامر إنه اليوم نجتمع مثلاً بعصلاة العشاء بالجامع الكبير، نطلع بالفعل نجمع على العالم كلياته ونطلع على الجامع الكبير نجمع ونعمل مظاهرة كبيرة. كان في معنا شخص يفصل حدايد على شكل نجمة، كنا نحشها هاي لما نيجي الأمن بالسيارات، نحشها بالزفت لما تدعس السيارة عليها يبنشر الدوليب، يعني خلاص انتهى بده يوقف بأرضه ما يحسنوا يكملوا. وكانوا هن نفسهم الممولين طبعا يعطونا كواع، كوع تبع صحية مسكر من هون هون، بس في بقلبه مادة متفجرة، هذا الكوع ناخده ونضربه على الأمن لما يكونوا مثلا مجتمعين بعيد عنا مسافة قريبة، نضربه على الأمن فيأذي الأمن بجروح بشظايا، يأذي الأمن. بس طرحت الكوع صار يعطونا 1000 ليرة. قال لي أبو اسكندر في اليوم مظاهرة بتطلع من عنا من بلد عن الشعبية، أنت بتروح قبل من الشعبية في بستان سجر، تتخبى بالبستان وعطاني بارودة بمبكشين وقال لي بتقوس على مظاهرة. احنا مصير نقول انه رجال الامن قوسوا على مظاهرة. هلا قطع الدورية من حد المظاهرة، ما يتحكي شيء الدورية مع المظاهرة، هم شو يسووا قصادة يقوسوا عشوة على الدورية، صار هم يعملوا عملية اشتباكات مشان تطور الامور اكثر واكثر. يكون جاهزين قصاصات انه لازم يتشاركوا ولازم مطالبه بالحريه، لازم مطالبه بالعداله، لازم مطالبه بهالقصص، عارف كيف؟ يقول انه اللي ما بيشارك ما في ناموس، اللي مدري كله مكتوب هالقصاصات وترش هيك بالتراب. بلش مظاهره، هي بلش جمع التصوير، بس اكون 20 واحد
يخلص جمال مثلا تصوير ونروح على البيت مثلا نستمع الاخبار مثلا نشوف بالمئات مثلا بالمئات احنا كنا 20 واحد نسال قالوا له فرد بكي هاي ما ايش بيقولوا كنا احنا نطلع 50 60 واحد يصوروا المظاهره وتطلع نروح على البيت اللي احنا وقت نفتح القناه الجزيره او الوصاله تكون اللي طالع عليهم نطلع نلاقي اعداد مظاهرين طلعوا 1500 واحد بدون ما كنا 1500 كنا 60 واحد بس نقول يلا لصالحنا احنا يعني شو بدنا احنا بدنا شيء يعني شيء واحد يعني واحد معنا احسن ما واحد علينا فاتفاجئ انه انا بنفس الوقت كنت بالمنطقه كان في 15 25 30 زلمه عاملين مظاهره تفاجئ فيها على التلفزيون مباشر وبالمئات وكلها اعلام وكلها وكانوا هنيك في اعلام بس ما فيها الحجم هذا فما بعرف يعني كيف زبطت معه كان يجي جمال رمضان نهار خميس على العباده كان يشتغل خياط هو يجي مثلا عند الشباب مثلا نقول عواطفية حرامية يجي عندهم يعرض عليهم 500 انه عندنا بكره نهار الجمعة بعد الصلاة عندنا مظاهرة يعرض عليهم ويوافقوا الشباب يعني يجي نهار الجمعة عند يستنوا عند بس تطلع العامل الجامع يبلشوا يطلع مظاهرة مثلا وين في محل فاتح قدام الجامع يكسروا السيارة يكسروها يكسروا البلورة كله الدواليب شغالة الساعة 6 الصبح كل دواليب شغالي على شلون وكل واحد كل اثنين تقريبا او كل ثلاثه واقفين قدام ساحه يعني وحاملين بواردهم واقفين هلا اللي يشوفه يفتح دغري يبلشوا تكسير بشو بمحله ولا محل فاتح نهائيا 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 الا باستثناء ابو علي جرج هاي ببيع مشروب ببيع خمر بعد ما يسكروا المحلات كلياتها يخلصوا من تسكير المحلات يخلصوا من مهمتهم يروحوا يتجمعوا هناك عند أبو علي جرج شو في عنده مثلا مشروب خمر هو ببيع خمر ببيع موالح ببيع دخان هاي شيء الشغلات اللي ببيعها يقعدوا قدام محله هيك تقريبا للمغرب المغرب بينتهي شو الأضراب فاجتمعنا بدوما الساعة 7 الصبح انه اليوم ما نخلي ولا واحد يفتح تم نجد مجتمعين بجامع كبير وعطونا واحد 500 مجتمعنا الساعة 10 الساعة 10 بوقت العالم عم نشوف العالم اللي رح تفتح ولا ما رح تفتح العالم العالم كلها اجت بالسوق فتحت طلعنا بمظاهرة احنا جبنا تبع الطبل يعني اللي معه الطبل جبنا الطبل واللي معه الدربكة جبنا الدربكة صرنا نهتف حرية حرية ويا بتسكر يا منكسر في عالم الناقي صارت يلعونا انت شو نسوي انتو هون يعني خلاص اتركونا بحالنا احنا جايين بدنا نعمل عيشنا يعني مصاري ما عندنا اللي تعطونا مصاري احنا بدل شو اسمه فطلعنا احنا وطلع قدامنا محل حيدر هو هذا كان عم يحكي معنا الكلام هذا انا اخي انا ما بدي اسكر المحل وشو بكون ساو انا جبنا ساو ونفتنا على المحل وقعنا على كل الاغراض مع الرفوف والرفوف شيت المحل باللور كسرنا له اياهم الواجهه السكريت تاع محله كسرنا له اياها نحرق دواليب بالليل نكب الحاويات الزباله نقطع الطرقات بلوك حجاره شو بيصح لنا موقف تبع الباص نخلعه من الارض كان في عندنا موقف عند البلديه اي ما كان في امن لسه هون نخلعه ونلحشه بالطريق بس مشان نأذى دخلنا على مدارس مدرسه ابتدائيه عندنا بالبلد معروفه مدرسه الشهيد عبد الله الخطيب وحرقنا المقاعد والاداره خربنا الاداره والمقاعد والوراء شو في كتب حرقناها تكسير باللور وخلع الابواب في ظل هذه الفوضى التي عمت الشوارع السورية كان لابد لقوى الأمن الداخلي أن تتدخل وتحمي المواطنين وتعيد الأمن إلى الطرقات والشوارع لبعض المحافظات والمدن السورية بدأت الحقيقة تتضح وخاصة بعد ظهور السلاح في يد المجموعات الإرهابية سجلت حوادث الخطف والاعتداء على المواطنين ناهيك عن الهجوم المباشر على مؤسسات الدولة عرفت أنا بدوري الدكتور خالد على الشيخ أبو أحمد البيطار الذي أصبح فيما بعد مشرفاً على كتائب الفاروق في حمص
وصار الدكتور خالد يرسل له الحوالات المالية بداية من خلالي، ثم صار يرسلها مباشرة إلى الشيخ أحمد من خلال لبنان، المصارف في لبنان. وهذا الأمر كان بعد أشهر من بداية الأزمة يعني. ثم تبين لاحقا أن هذه الأموال صارت تصرف لشراء أسلحة وزخائر. أرشدني أيضا الدكتور خالد إلى مجموعة أخرى طلبت منه المساعدة، وهي جماعة الشيخ زهران في ريف دمشق. فأيضا أرسل إليهم حوالات مالية، ولكن عن نحو أقل من التي كانت ترسل إلى حمص. وأيضا وظفت للقضايا الطبية، ثم فيما بعد استعملت لشراء أسلحة وذخائر لتمد بها المجموعات المسلحة. الشيخ زهران علوش هو خادم مجموعة اللواء الإسلام هلا، كان يبلش بالتسليح أول خفيف يعني، كان يجينا أول شيء خفيف، كان يروح يجيبه من تركيا، يجيبه السلاح من تركيا. أبو قاعد بالسعودية من أصحاب الأمراء، الجمع من الجوامع للثورة السورية، من المساجد، من التبرعات، نحن نتبرع للثورة السورية، هي كل التبرعات تجي يشتروا فيها سلاح لتجي للواء الإسلام حصرا. كنا بالعب، فتفاجأنا بالسيارات عم بتنزل بمزارع اللواء الإسلام صناديق طول الصندوق. أنا كنت أحد الأشخاص اللي واقف هنيك وشفت بعيني طول الصندوق لل 150 سنتي، من المتر لل 150 سنتي، فعرفنا إنه هي صواريخ، إنه يعني موديلاتها موديلات. نحن كنا خدمنا جيش ونعرف نحنا صندوق الذخيرة عن صندوق الصواريخ، بنعرفه نحنا صندوق صواريخ. خدلوله كانت سيارات معباية كلها، نزلوها بالمزارع اللي تابع للواء الإسلام وضلوا ماشيين، كل واحد معه باروته وجعبته وماشي مع المظاهرات، يا على الميتورات، يا على يا ماشي على الجهة، يا أما يلاقوا لهم على باب الدخلات والحارات. هن أكثر شيء هودي أول شيء حملوا السلاح أو المطلوبين. نطلع نحن نتخبى لابسين مدنية ونخبي سلاحنا تحت الأواعي ونطلع بالمظاهرة. وقت نشوف الأمن إجا، وقت نشوف الأمن إجا نقوم نحن بإطلاق النار على الأمن. يروح المدنية اللي ما لنا علاقة يروح ينقتلوا بالهي شيء اسمه. نحن وقت نشوف الأمن كمان ركضوا نقول للعالم رجعوا رجعوا لا حد يرجع. ونصير نقوس على العالم إنه رجعوا لا تخاف. على دوار العربين نصبنا حواجز، نوقف مثلا تاكسي مثلا منين مثلا نعرفه مثلا من هويته مثلا منين من غير برات الريف مثلا، بناخذه مثلا بنشرح له مصاريات وجواله وبنبعته. طورت معنا الحكايه صرنا نشلح سيارات، طورت معنا الحكايه حملونا سلاح ومشينا معهم. كنا نصب الحاجز، يجي مثلا زلمه مو تاكسي مو سياره منيحه، ننزله من السياره، المرض ينزل بالمنيح ننزله بالقوه ونذبحه ونزده بالنهار، وناخذ السياره نبيعها، يا يعني بنفكها نبيعها وطع، يا يعني نبيعها مثل ما هي. كنا نقطع الطريق عن مماردات مثلا للموظفين مثلا بدوما، هن من القطيفه، نقطع الطريق على الباصات داخل على دوما، انتم وين رايحين؟ مثلا احنا موظفات بالمشفى، لا انزلوا على المشافيد الميدانيه، ننزلهم غصب عنهم ما يرضوا ينزلوا، يصيروا يصرخوا ويعيطوا. ايه مفلتهم انه ما بدهم نرجعهم، ما نخليهم يفوتوا على المشافي، المشافي تبع الدوله. يعني عملنا حصار على المشفى لحتى وقفناها عن الناهي. اللي رفض يشتغل رفض، اللي ما رفض اخذناه معنا. وهنيك يعني ضبطنا له وضعه. جمال جاب امراء من خارج سوريا، ابو الامير جنسيه سعوديه، ابو الوليد جنسيه سعوديه، وعبد الله اردني. جابونا على البلد لعنا، جمعونا نحن الشباب مثلا بده يحضروا مشان يحملوا سلاح ضد الدوله. جمعونا مثلا 10 15 20 واحد، اللي بيجمع معهم بيسلحوا، سلحونا وبلشوا لقوا مزارع فاضيه حطونا بمزارع، بلشوا يدربونا على السلاح وعلى الجهاد. الفيلا تبعنا كانت هي المخصصة بتصنيع
تدريب المبتدئين، لكن الفيلا اللي حوالينا كانت مختصة بأمور تانية، مثل كان في فيلا يعملوا فيها الدورات تدريب طبية، الطبية كانت لأشخاص مثلنا أو متخدمين أكثر شوي. بالإضافة كان في فيلا تانية هي كانت يدربوا فيها دورات على العمليات الاستشهادية، كانت معظمها أردنية وعرب، في منها كانت مغاربة. بالإضافة كان في دورات التصنيع، كانت دورات هي عملية تركيب وتفكيك العبوات الناس، فهي كان فيها أجانب. خبرني محمد جمال علي قال لي إنه فيها أسبان. أنا تعرفت على خطيبي عن طريق إخواته، أنا من القصير هو كمان من القصير، وما كنت بعرف إنه هو مسلح وقائد مجموعة. بعدين لما اكتشفت صار يعني ما يخبي عني هذا الموضوع، وصار يعرفني حتى رفقاته. كنت شوف وجوه غريبة كتير، منهم من الشيشان ومنهم من أفغانستان ومنهم من ليبيا. ظهرت تنظيمات مرتبطة بدول عربية وإقليمية، تعددت الأسماء، لكن من سنكشف عنهم هم من أخطر التنظيمات التي ظهرت، إنه غراس النهضة. هذا التنظيم الذي كان يخفي نشاطاته الإرهابية بتهريب السلاح وتوزيعه تحت مسمى المساعدات الإنسانية. كان في هيكل تنظيمي لغراس النهضة، كان في قسم مالي مسؤول عنه عمر الحلبي، في قسم تواصل مسؤول عنه سلوى السعودي، القسم الغذائي مسؤول عنه رفيق شهرة، قسم المستلزمات وقسم التسليح كان مسؤول عنه خالد الشالاتي، القسم التقني كنت أنا مسؤول عنه، والقسم الإعلامي كان مسؤول عنه أبو أويس، في إم أنس كانت مسؤولة عن توصيل الأموال لمنطقة وادي بردة، أم عمر كانت مسؤولة عن توصيل الأموال لمنطقة إتسيا والهامة ودمار. كان في ناس تساعدنا، كنا نستجر هاي الناس عن طريق مسمى العمل الإنساني. في جمعيات بالخارج تدعم غراس النهضة، متواجدة بكذا دولة، بالسعودية وبقطر وبالإمارات وبالأردن. في معنا شاب بالمجموعة تبعنا بالغراس اسمه محمد رباح، هو بشكل عام الشغلة الرئيسية مستلمة معنا هو الأمور التقنية، تخديم المجموعة التقنية من ناحية الكمبيوترات الإنترنت، دائما أي واحد ما عنده مشكلة هو يتابعها، بالإضافة لتخديم المجموعات المسلحة بهذا الموضوع. أي مجموعة مثلا لازم كمبيوتر إنترنت فضائي يروح يساوي لهم ياهم، يجهز لهم ياهم مشان يقدروا يتواصلوا مع الناس المجموعات المسلحة. أنا كمسؤول عن موضوع الأجهزة البث الفضائي كنت أتواصل مع شخص بالسعودية، كان هذا الشخص يفيدني بموضوع أنواع الأجهزة ودفع اشتراكات إلها شهرية، ولما تصل الأجهزة على لبنان يتأكد أنه وصلت مشان تتهرب لجوات البلد. هذا الشخص كان اسمه أبو رشيد، موجود بسعودية، هو اللي كان يساعدنا بهذا الموضوع. بقطر كمان كان تدعمنا مؤسسة اسمها مؤسسة عيدة خيرية، كانت تبعت مبالغ بحدود 10 مليون شهريا. هي شخص اسمه عدنان الحملي، كان هو صلف الوصل بين تنظيم غراس النهضة ومنتدى رجال الأعمال بقطر. المنتدى كان يبعث المصاري لعدنان، وكان عدنان يبعثها لتنظيم غراس النهضة عشان تتوزع هاي المصاري للمسلحين بريف دمشق. وكان مستودعنا بيت سحم نحن اللي نورد إلى الأغذية. بعد ما تسكر بيت سحم بالشهر آخر 11 أول 12 ما أتذكر تماما التاريخ، قدرنا نسحب البضاعة كلها اللي كانت موجودة هوني، نقلناها، أخذنا مستودع بعدرا قريب من مفلق تلكردي. في شخص اسمه خالد شلاتي معنا بالمجموعة يقوم بنقل السلاح وشراء عمليات شراء الأسلاح، كان هو يقوم فيها. فقال لي عنا بس نقل السلاح من الحطة بنستودع عدرا، ديجوا ناس ياخدوها من كذا منطقة، من سقة، من الريحان ومن الشابية. كانت الأسلحة بعد ما تجي عن مستودع رفيق شهرة وخالد شارات يعطونا التعليمات كيف نحن بدنا نخبيها لهي الأسلحة. المناطق الروسية كان نخبيها عن ضمن الشوالات العدس أو السكر، والمعدات الثانية والأسلحة الثانية نخبيها ضمن البضاعة، يعني بشكل ما هي تكون ظاهرة بالمستودع. يعني
بحكم صلتي القربة مع رفيق شورى دعاني أشتغل معه بمستودع عدرا. هو عبارة عن مساعدات إنسانية. رحت نزلت على أرض الواقع، اشتغلت بهذا المستودع واكتشفت أنه في سلاح عم يجي على المستودع من قبل شغال تشالاتي وعم يتخبى بين البضايع. غراس النهضة كانت تدعم كتيبة عيسى بن مريم، كانت كتيبة أبو موسى الأشعري، هذول يمكن اثنين بحمورية. كانت دعمت يمكن كتيبة شهداء دوما، دعمت لواء الإسلام. توجيهات من رفيق شورى وخالد شالاتي ومع المصلي، كما سلمنا شخص يدعى أبو بكر من منطقة مرج السلطان، كمان عند مفرق تلكردي، مبلغ مالي 5,000 دولار مع عبوات ناسفة. نحن تحت مجتمع العمل الإغاثي والإنساني تخربت البلد بهذا الشيء، لأنه كان يفوت لهذا السلاح تحت غطاء العمل الإنساني والعمل الإغاثي. أصبح واضحا دور بعض دول المنطقة في بث الفوضى والتحرير ودعم المجموعات الإرهابية لإراقة المزيد من الدماء، وهذه الوثائق تكشف الحقيقة. كان لابد للجيش العربي السوري أن يتدخل بعد أن أصبح واضحا أنها حرب مفتوحة على الشعب العربي السوري، وهذا ما دفع بالمتآمرين في الخارج للتحرك سريعا إلى مجلس الأمن لتضييق الخناق على الشعب العربي السوري من خلال استجرار التدخل الخارجي وإخراج سوريا العضو المؤسس في الجامعة العربية من هذه الجامعة، ناهيك عن فتح المعسكرات لاستقطاب الإرهابيين وتدريبهم وإرسالهم إلى سوريا لارتكاب الفظائع بحق شعبها. بعد ظهور عدة كتائب ومجموعات مسلحة في حمص، بدأ القائمون على هذه الكتائب بالاتصال والتواصل مع أشخاص سياسيين أو تابعين يعني لرجال سياسي في دول من دول خارجية كتركيا وقطر والسعودية، يطلبون منهم الدعم المالي بالدرجة الأولى، ويبدو أن تلك الأطراف بدأت يعني تمدهم بالمال. ومن خلال حديث دار بيني وبين الشيخ أبو أحمد البيطار، يعني أخبرته عن مخاوفي، هو حدثني بهذا الأمر يعني، فأخبرته عن مخاوفي من أن يكون كما أشاهد وأرى بعيني أن ما تسعى إليه تلك الأطراف السياسية هو إحداث فوضى في سوريا، وهذا ما جرى. والذي يهمهم هو مصالحهم، تركيا تريد مصالحها وقطر تريد أيضا مصالحها،
فالانجرار وراء يعني التبعية التبعية للممول هذا أمر يعني يجب أن يكون بالحسبان. قطر هي المسؤولة والمتقدمة في هذا الأمر التي يعني عرضت أن تكون هي الداعمة، فانضمت لها كما علمت من أحمد أمل أبو سعد السعودية وتركيا أرادوا أن يكونوا مساعدين لها، فبهذا بعد هذا الاتفاق فيما بين هذه الدول الثلاث تم تغيير المجالس العسكرية إلى شيء يسمى قيادة الأركان. كان كل 15 يوم أو 10 أيام نجتمع ببيت جمار رمضان أبو حزيفة، ويجي هذا أبو الوليد سعودي يعطينا دروس عن الجهاد وعن مراتب الجهاد والقرآن والحور العين، وأنه يعني لازم نخلص من هذا النظام، نظام كافر علماني، ونقيم إمارة إسلامية تبلش من سوريا. يجينا سلاح عن طريق واحد اسمه أبو محمد عبده، من طرفه كان جبنا سلاح إسرائيلي فردة كاتم صوت هي للخطف مثلا وأخذ الفدية. كان مجموعة هاي ما حدا بيعرف شو عنا، مجموعة بخلوها لحالهم، لا حدا بيقرب عليها ولا هي بتقرب على حدا، هاي مثال استشهاديين بخلوها. نحن كنا نعمل حواجز، فما رأي علينا واحد كان مع سيارة تاكسي، وأخذناه بعدين اعتقلناه وأخذناه على مزرعة عشان يحققوا معه. كان يحقق معه مزرعة بمنطقة العب بدوما اسمها مزرعة الطير بدوما، فيحقق معه كان المحقق كان أبو هي أولها كانت أبو محقق أبو خالد البشاش، ويستعينوا ب إذا في فتوى شرعية أكبر من هيك يستعينوا بزهران عدوش، كان طالع أمر فتوى شرعية بذبحه. ففت لعندهم قال انت بدك تذبحه، قلت له طيب ليش انا اذبحه؟ قال نزلت يعني انت بدك تجي تذبح الشخص هذا وجبنا لك سكين، وسكين موديلها هيك يعني ما بشيك سكين. طيب نحن في يعني سكين كثير كبيره، سكين في سكين اصغر منها او كذا، قال لا هي السكين بدك تذبح فيها انت هي السكين. ليش؟ قال هيك انت شو بدك فيني؟ خلص انت تذبح لي اياها بهي السكين وما عليك، يعني ما عليك القصه الثانيه. ذبحته صار ينازع معه. بعد شيء ربع ساعة حطيناه بصندوق السيارة وخدناه بعيد عن المزرعة، كمان منطقة العب بعيد عن المزرعة شيء 500 متر في ريجار، هذا بيقولوا له قلاب الصرف الصحي وفرامي ريجار، تفتح الغطاء تشيته بتدب يعني من دب الشخص قلب منه، هو طريق عالي وطريق واطي في قلاب بيقلب بيناتهم، فوقت بينزل بصفي هذا القلاب بصفي الوساخ بصفي الكذا مشان يطلع الطريق الثاني، ودب انت الشخص هذا بيطلع مقلوب بيطلع مفروم، يعني بيطلع لهنيك بيطلع مفروم، صرنا ندبه هون يطلع مفروم. في احد المرات اجوا مشايخنا بدوما معهم 8 اشخاص، كلفوني بقتل 8 اشخاص هن افتوا فيهم، انا اخذت 8 اشخاص على العرب اطلقت رصاص عليهم وجبنا التراكس حفرنا هجوره، انا اشخاص ما بيش الهويه ما بعرف من هن يعني اشخاص، جبنا التراكس حفر جوره مساحتها 5x5 غمقت شيء 4 امتار، وقمت أنا بدفن 8 أشخاص هذولا ودمت التراب عليهم. هاي المنطقة كانت بالعب، كنا قاعدين نحن الساعة 8 الصبح عم نحكي إنه بدنا نجيب بنات بدنا نجيب كذا، فسليمان حجازي قال لك لك فكرة، كنا قاعدين أنا ويوسف حنان ومعروف طعمة، فلك الساعة 8 المساء جاي وجاي معه بنتين، منين جبت البنتين؟ قال والله كنت بدنا الشابية، في زلمة بدنا الشابية هني دقيت عليه بعرفه وبعرف مرته لقيتها ما بها شيء مرته، دقيت عليه الباب قلنا انا بعد اذنك، قال لي طلعت البارودة هدته خدت قفل البيت ربطت له ايديه بالبارودة، قلنا انا مرته اطلعي جوزك معنا يا اما بتطلعي يا اما بنقتله لدوري، قامت هي مرته خافت وطلعت، كانت يا جارتهم جارتهم هي كانت هي ريم جارتهم كانت قاعده عندهم بالبيت يعني عند قاعده عند جيرانها، فجابت التنتين مع بعضهم، جابت التنتين واحده كانت متزوجه والثانيه كانت بنت، جاب ركبت التنتين بالسياره وجابن على دوما على شقة محد دوار الشهداء، فات اغتصب البنت البكر ريم، ونحن قعدنا مع هدى تمينا للصبح. سرقنا سيارة من ميدعة سيارة جيب، ورحنا معنا سلاح رحنا على ساحة النشابية، عملنا فتلتين بالنشابية تراقبنا البنات، بنات عمرهم 25 تقريبا،
ونزلنا مباشرة، حطينا أسلاح برأسي، طلعناهم بالسيارة وأخذناهم على مزرعة على طريق المرج. قمنا بعمل الاغتصاب، ظلوا معنا لمدة تقريبا شي 6 ساعات، وأخذناهم عشناهم على طريق النشابية. كمان بأواخر رمضان كنا مجموعات مسلحة منتشرة بالتل، كنا نحن واقفين عند البانوراما، فمرقت سيارة، اكتشفنا انه هي سيارة صحفيين. طبعا وقفناها ورحنا عليها، فعم نسألهم انتم مين؟ قال نحن صحفيين الإخبارية السعودية. طبعا نحن ما صدقنا هذا الكلام. في معهم بنت، طلعنا عليها البنت، اكتشفنا انه هي الصحفية يارا صالح مع الإخبارية السورية. أخذناهم وطلعنا على الشرعية، المدرسة الشرعية، تعرضوا شوي لشوية يعني مضايقة. طلعنا على المدرسة الشرعية، موجود هناك الرائد سامر المنشاق، وفي الشيخ حسان دعبول، حسان مصطفى دعبول الملقب بالشيخ، هو اللي كان يفتي للمجموعة، يفتي يعني أي شيء إنه بده يصير يفتي فيه. فهنيك تعرض الفريق للشتم وللتعذيب، وبنفس الوقت طبعا يعني صارت شغلة إنه أخذوا شاب حاتم من الفريق الإخبارية. بعد فترة يعني بعد شيء وقت بسيط، رجعوا قالوا إنه سامر شلبي، ويعني قالوا لسامر شلبي تعا، نادوا لهم بالأسماء، وعبد اللطيف عمرة وعزة مصموص واثنين ملتحين حالقين شواربهم، قالوا لهم تاخذوه وبتقتلوه. طبعا أخذوه لمكان بعيد يعني شوي، وقتلوا وأطلقوا عليه الرصاص مباشرة للشاب حاتم. وباقي الفريق أجبروه لأنه يصور أنه هو انشق من الإخبارية وأنه هنهم بخير، رغم أنه هنهم كانوا شو عم يتعرضوا للتعذيب وعم يتعرضوا للإهانات يعني لكتير شغلات معنا منيحة. نحن فريق الإخبارية السعودية، أنا الصحفية يارا صالح مطلق، أنا المصور عبدالله طبرة من درعا، أنا السابق أسامة معجي من قاصة. احنا كمان مع جيش الحرب، والحمد لله ما في شيء يعني امنين عليها، وعلي يطعموا من اكل من جميع عمر يعني حمينا، والقصف شغال على مدينه التل. لما دخل الجيش على قصير هربت الكتائب كلها علي برود، وانا كنت مع خطيبي فهربت معه، وبيبرود صار يقنعني مشان أعمل عملية انتحارية مشان أكون شهيدة وهالقصص هاي، كان يجبرني طبعا على هذا الشيء. فأنا سايرته وطلبت منه أني زور رفيقتي بالشام، ولما كنت هون بالشام ألقي القبض علي عند رفيقتي. في مرة خطيبي أخذني على سجن بمنطقة القصير، وفيه كتير مخطوفين ومدنيين وعساكر، وطلع من هدول الشباب شي 15 واحد وقوصهم قدامي وقتلهم قدامي. هذا المشهد أنا شفته بعيني. بعد ما قتلوا هدول الشباب قاموا حطوهم، جابوا هون داي كبيرة وحطوهم فيها وأخدوهم على منطقة قريبة من الطاحونة، وهناك في جورة كبيرة وزتوهم فيها. كان في عنا بالعب مزارع ما لحقلك مخفية بس مطوقة من لواء الإسلام، ممنوع الطير الطائر يفوت عليها. السبب أنه كان فيها شخصيات غريبة، أجانب يعني عناصر تابعة للواء الإسلام، هن سعوديين، هن ليبيين، هن من تونس، هن أجانب يعني غريبين الشكل. أنا يعني ما شفت منهم موديلات، لابسين جلابيات قصيرة للركبة وتحت منها بنطلونات، وفي منهم كان شعر طويل لكتافه، وفي منه يعني غريبين الشكل، يعني شيء سعودي شيء تونسي شيء ليبي شيء أجنبي شيء تركي،
هدول الشخصيات كانوا القادة تبع لواء الإسلام وشهداء دوما، هدول كانوا يمنوا الأوامر على زهران علوش وعلى أبو علي خبية وعلى أبو صبحي طه وعلى قادة دوما كلها، حتى ما لحق دوما كل شيء كان في قادة بالغوطة كانوا يمنوا هن الأوامر عليهم إنه عم يدفعوا لهم مصاري هن الممولين إلهم. كان في يجي أجانب، الأجانب هدول هون يعني ما يدربوا العالم، يورجوا العالم شو بدهم يسوون، اللي مثلا انه قتال حقيقي يصير احيانا، يصير اشتباكات يعني بين بعض العيون، اذا واحد مات خلص هذا اخوك بالاسلام. اكثر شيء هن الليبيين والاتراك بعد كانوا يجي ينسقوا مع بعضهم، يجي هن يجهزوا لعمليه التفجير وتلغيم السيارات. هاي المجموعات مثلا مهمتها السيارات مفخخه بتاخذها وهي كمان بالسوعة وبتروح تفجر حالها مثلا مناطق بقلب دمشق. فيما يتعلق بموضوع تفخيخ السيارات، كان هناك في منطقة المعظمية ومنطقة الجديدة يتم تفخيخ السيارات وإرسالها إلى داخل مدينة دمشق عبر طرق فرعية، يكون هناك دليل موجود في السيارة ليتم إدخال السيارة إلى مدينة دمشق داخل مدينة دمشق بدون المرور على الحواجز. كما كان يتم هناك تفخيخ بعض السيارات داخل مدينة دمشق. قام باتصال في علي عفوف، هذا بيكون قائد لواء درع العاصمة، قال تعال أنا عندي عوزر ضروري لوي على منطقة بين مسرابة وحرستان، بستان كان يعدوا فيه هنا. رحت لعنده، خير؟ قال لي ما فيش، لازم تدخل لي السيارة. سيارة شو؟ قال لي هي البي ام دبليو مفيمة هيك، ليش ما تاخذوها انتم؟ خير عطوه طلعوا بالسيارات. قال لي لا ما فيها شيء، شوية هدايا حاطين فيها، بطلع بس انت لغرب الاستراد. قلت له شو الهدايا؟ أو صار الضحك. قلت له شو الهدايا يعني بالضبط مشان افهم، لكن انتم متفجرين او شيء؟ قال لي ايه فيها متفجرات، شويه متفجرات مو كثير. قال لي طلعت سيري فيه بوجوههم، في عندهم معه كان واحد اسمه علاء ناموس من مضايا، هذا قائد مجموعه لحاله، وفي واحد اسمه بدر طقطق كمان قائد مجموعه، وفي واحد هيك ملتحي له دقن هيك اسمه ابو دوجان الأردني. قلت له شو هذا؟ أول مرة بشوفه. قال لي هذا من جبهة النصر، ما بتعرفه؟ قلت له لا ما بعرفه. قال لي هذا اللي زبط لنا السيارة وفخخها. قلت له شو سبب؟ قال لي أنت بس خذها لغرب الإسراد على بساتين برزة، وأني في وسخ صار مستناك بتلاقينك جاهز، أعطيها وخلاص الله يعطيك العافية. قلت له هلا ليه مباشرة؟ يلا قول يا رب. شغلت السيارة، سيارة طلعت فيها مباشرة على الاستراد، ما كان في حواجز بالأول لا كان في شيء. قطعت الاستراد باتجاه حرستا، وصلت مقابل بساتين حرستا اللي بتطل وين على برزة. صرت لهيك بالفعل لقيت شخص عم يستنان هنيك اسمه أبو بكر شلة. إيه قال لي يسلم إيديك الله يعطيك العافية الحمد لله على سلامتك. قال لي خلاص أنت الله يعطيك العافية. قلت له شعرت سامي؟ قال لي أي شغلتي هاي؟ قلت له شو؟ قال لي والله بدي آخذها على العش، على العش الورور. ركب السيارة وراح فيها. قلت له شو بدك تخسر العش؟ قال لي هلا بتسمع شوية عن الأخبار. وحطها بمنطقة اسمها الخزان بعش الورور هنيك، وقام تفجيرها عن بعد عن طريق جهاز موبايل، وإجا على المزرعة اللي كنا قاعدين فيها، قال سمعت الانفجار. خلال فيديوهات المفبرك اللي هن نزلها وننشرها على صفحة تنسيقية شارع بغداد، تعرف علي شخص اسمه أمجد بوتامي، هو جاري بالبناء، فحسينا انه هو صار خطر علينا، قررنا انه نتخلص منه. حطينا له عوة ناس تحت سيارته قدام البيت شارع إمام بخاري، وفجرناه عن طريق رنة موبايل. خبرني رئيس المجموعة عبد الرحمن الأسود إنه في شخص ساكن معنا بنفس الحارة، هو عضو مجلس محافظة اسمه خالد الشماع، خبرني إنه بده يختاره، بده مني كانت مهمتي إني راقب له إياه وجمع له معلومات عنه، أعرف له شو نوع السيارة وكيف هو بيقدر يحط لعبة الناس ويختار. أنا راقبت السيارة، عرفت شو نوعها، متسوبيشي فضية،
عرفت امتى بينزل دوامه وبيرجع من الدوام، كيف تحركاته بالحال. رجع هو الساعة شي 5 الصبح، وضع الأبو الناس تحت سيارته بين الدالوب والرفراف، قرر انه هي حساس عن طريق الارتجاج تنفجر. تركها طلع من الحارة، الساعة كانت شي 8 الصبح، دخلت قطة بين الدالوب والرفراف وتسببت تفجير العبوة الناصفة وتأذى شخص كان مارق قدام السيارة. بعد التفجير الذي حدث أمام ساحة الأمويين وتبنته جبهة النصرة، سألت بعض الشباب عن يعني جبهة النصرة وعن العمليات اللي عم يقوم فيها والتفخير، فقالوا أنه هناك بعض العمليات التي يقومون فيها، وخاصة أنا هنا أقصد بعمليات التفخيخ أو التفجير، أنهم في حالات يأتون بالشخص الذي يريدون أن يفخخوا ويفجروا السيارة به دون علم له بأنه الآن ذاهب إلى عملية. عندما يصل أمام الهدف يتم تفجير السيارة بالتحكم عن بعد. كتيبة خالد وليد، كتيبة أبو عبيدة، كتيبة أخي شو دخل الصحابة اللي حتدخلونا هون بقصة، ومين هدول اللي عم يسموه يعني جماعة دوما هون شفنا هون نصهم قطاعين طرق خارجين حبوس، يعني اللي سمى كتيبة خالد وليد أول مرة طلعت هي أول كتيبة سمعناها بحمص، واحد اسمه أبو نشمي التركاوي تاجر مخدرات حشاش لص فاكي فرصة يعني موجة وركبها يعني أمام الغرب وأمام العالم. شوي كتيبة خالد وليد شو معناتها يعني ذات بعد يعني إسلامي يعني دولة بده يرجعوا أمجاد خالد وليد يعني، وإنما شخص عم يتاجر يعني هالشي وصار يجمع يطلع يجمع تبرعات من هون هون وحطها بجيبته. لم يعد خافيا على أحد أن المواطن السوري المتمسك بأرضه ووطنه هو الهدف، خاصة بعد أن بدأت المجموعات الإرهابية تستهدف البنى التحتية والمواد التموينية من مشافٍ ومدارس وجامعات وحتى أفران الخبز، ناهيك عن سرقة المعامل العامة والخاصة وتهريبها إلى تركيا التي أصبحت تتاجر بهذه المسروقات. مسألة الألقاب والأسماء ذات البعد الإسلامي هذه مسألة عالجها العلماء ولها ضوابط شرعية، فالأمر الذي هو محل اتفاق بين العلماء أنه لا ينبغي أن يطلق إنسان على نفسه لقب فيه تزكية على حساب الشريعة، فأن يسمي نفسه الإنسان صلاح الدين أو ركن الدين هذه من الأسماء المكروهة، لأنه قد يقوم بأي عمل ليس فيه يعني صلاح للدين، قد يرتكب مفاسد للدين. أي نعم، فهذه الأسماء لا يعني يجرؤ أو لا يملك صلاحية إطلاقها إلا المشرع نفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يطلق هذه التسميات لأنه يوحى إليه. كان في مستودعات للسكر بمنطقة المنطقة الصناعية الشيفونية، هدول منطقة واحدة بدومة طبعا، مساحة المستودع ما تقارب طول شي 100 متر 125 متر كطول مستودع الواحد، عرضه 50 متر، ارتفاع شي 5 متر 6 متر ارتفاع من الهنجار الواحد، هذا كان كله معبى سكر، كانوا 3 مستودعات هن. قمنا ما كان في عليهم حراسة أمنية، كان في عليهم حراسة مدنية، 5 حراس كانوا. قمنا باقتحام هون وأخذنا الحراس المدنية اللي كانوا موجودين فيهم على سجن لواء الإسلام، وبلشنا بالتعاون مع الأمريكي بمسرابة، كان هذا الأمريكي من لواء الرضوان قائد مجموعة طبعا، هو من مسرابة وقائد مجموعة، اتفقنا احنا وياه على سرقة السكر.
السيارة كانت تأخذ حجم وزن عفوا 5 طن، كانوا 10 سيارات كل سيارة 5 طن. نحن 10 سيارات اليوم وبكرة هو 10 سيارات أمريكي لمدة أسبوع كنا مفضلين المستودعات كلها. هلا في بيوت انسرقت، في محلات انسرقت، في سيارات دمرت، يعني بشكل عام البلد مأساة صار فيها. فنحن بعد ما راحت سكان دوما كلها ما تم حدا ولا تم جيش ولا تم كذا، عملنا نحن مثل الحواجز وصرنا مسؤولين عن هذا الشارع، شارع فاضي يعني البيوت كلها تقلنا، مسؤولين عن كل البيوت على كل، نفوت على حي الله بيت بدنا اياه نفوت لجوا. الدروج نفتحها نلاقي اسواره، نلاقي كذا، التلفزيون شاشه، التلفزيون ما ناخذ التلفزيون لانه التلفزيون صارت قيمته رخيصه، ناخذ الشاشه ديجيتال ثقيل، المسجلات الكبيره، غسالة اوتوماتيك، البرادات، كل هذا نجي نحمله نحن بالليل بالسيارات ونجيبه. كان في مستودع للدولة، مستودع حديد، كمان حراسة مدنية عليه، ما كان عليه حراسة أمنية، كان عليه حراسة مدنية. بيوم من ذات الأيام في شخص عندنا بدوما قائد كتيبة اسمه أبو ياسر النسر، هذا اللقب تبعه، فات وضرب المستودع، سرقه. المستودع معبى حديد، ضل ياخذ فيه أكثر من 10 أيام، يعبي وياخذ على العب، منطقة العب باع بالملايين، يعني قالوا المبلغ المقدر ببيع الحديد تبعه من فوق 25 مليون. لم تكن البنى التحتية للدولة السورية وحدها هي الهدف، بل أيضا كانت الدفاعات الجوية السورية هدفا للمجموعات الإرهابية، وذلك بطلب من ضباط الموساد الإسرائيلي الذين كانوا يشرفون على تدريبهم وإرسال السلاح إليهم لسفك المزيد من الدماء. أبو محمد كان في هذا واحد أبو محمد عبده، كان يجيب لنا سلاح كمان من إسرائيل، فرد كواتم صوت، يسلمها لأبو عبد السليمان، يسلمها لأبو عبد السليمان، كان هو يطلع عن طريق جبال يفوت بقلب الجبال قطع لبنان، ومن لبنان يروح يجيبه. نحن بجيش حرب الزبداني عندنا طرقان خاصة لنا للسلاح عشان ما نتعرض للجيش أو حدا يشوفه. طريق بيجي من عربون على سرغاية على منطقة الزبدان، وقت يصير اشتباكات يصير في جرحى كنا نأخذهم نحن نحصافهم. نحن رجعانين كان الشيخ خالد، الشيخ كنا نسلم الجرحى للشيخ خالد عواض، شيخ سلفي هذا كان بلبنان قاعد، كان قاعد بالمجدي. نحن رجعانين يحملنا أسلحة، لفت نظري أنا من هاي الأسلحة في منهم مكتوب عليهم باللغة العبرية. أنواع السلاح اللي كان يجينا، بنادق مختوم عليها المملكة العربية السعودية، قنابل إسرائيلية. جاني جلال والي وأخوه أبو محمد اللي في دفعة السلاح، استلمناها من منطقة المهاجرين كناني جانب بيت الحلبي، وكان معي الشخص اسمه محمود الحطة، استلمنا أنا وياه ودفناها بهذيك المنطقة بخرابة أو بيت مهجور قديم. والبنادق هي عبارة عن بنادق وقنابل، البنادق عليها شعار سعودية والقنابل شعار إسرائيلي. الهدف الأساسي كان شل الجيش السوري، تدخل أمريكا تدخل إسرائيل ما في شيء يقاوم نهائيا، يعني خلاص جيش ما ضل، شعب صف أعزل، يعني لهان كان هدفنا. جتنا أوامر من أبو الوليد السعودي وأبو عبد الله الأردني وأبو الأمير السعودي، تعليمات إنه عنك بتستهدف المطارات والقطع الدفاع الجوية. فنحن تفاجأنا أنا ورفقاتي إنه بينات بعضنا، يعني كتيبة صواريخ شو قلنا شغل فيها يا أخي؟ لو كتيبة مشاة تقول مثلا في باردة، في طلقات، في مسدس. اللواء الإسلام شارك بعملية ضرب المطار مجلس السلطان، وهنيك سيطروا على صواريخ. الساعة 5 الصبح اجتمعنا بمنطقة مديرة بمزرعة، وكان في شاشة بلازما كبيرة عليها مخطط للكتيبة كيف الهجوم عليها. طبعا طلعنا من الكتيبة، طبعا اللي عم يعطي الأوامر كان زهران علوش، أبو علي خبية، أبو صبحي طه، هن كانوا منفذين العملية،
وفي ضابط منشق اسمه ابو خطاب. هذا اسم الحركة تبعه، اسم الحقيقي ما حد بيعرفه. بالفعل بعد نص ساعة من الشرح على الشاشة تحركنا باتجاه الكتيبة، طوقنا الكتيبة من جميع الجهات، يعني ما خلينا للتنفس ابدا ابدا. وعلى الساعة 6 بالضبط اعطوا امر اطلاق النار والهجوم على الكتيبة. أخذنا المطار وأخذنا الأسلحة اللي فيه سحبناها، وأخذ مع اللواء الإسلامي الأسلحة ومع الجبهة. فجابوها لمنطقة العب لدوما، مزرعة محد مزرعة سلام بدوما، بمنطقة العب بدوما، وحطوها هناك خزنوها. كان في خبراء ليبيين وأتراك، وكان في منهم يعني عالم من لواء الإسلام نفسهم، كانوا عم يحاولوا يفكوا من احد الصواريخ، يطالعوا المواد اللي قال منه متفجره او كذا، فهن عم يفكون فجر معهم صاروخ. هن كانوا محطين ثلاث صواريخ محط بعضهم، فجر صاروخ وفجر ثلاثه ثانيه معهم، وصار دمار هائل جدا. واتهم وقت الابن انه يعني بدوما صار يحكوا انه اجت طياره هليكوبتر ودبت برميل وصار الانفجار هذا. هم هو كان نتيجه صواريخ انفجرت هن عم يفكوها. هذه الاستهدافات ساعدت الإسرائيليين على التجرؤ لضرب مركز البحوث العلمي في جمرايا، والذي يعد خرقا فاضحا لكل الأعراف والمواثيق الدولية. تورط المجموعة الإرهابية بمساعدة الإسرائيليين بات واضحا تماما وباعترافهم على الشاشات الإسرائيلية. الجيش الحر وصل إلى درجة يعني يائسة. هذه الضربات كانت مفيدة جدا جدا، وخاصة في دمشق. بعد فشل الأدوات على الأرض والهزائم التي لحقت بهم في الكثير من المناطق السورية، كان لابد من ظهور رؤوس الأفاعي وتدخلهم بشكل مباشر. هذه الآليات التي عثر عليها في منطقة القصير كانت خير دليل على تورط الإسرائيليين في الأحداث في سوريا. لم يعرف التاريخ مؤامرة بحجم هذه المؤامرة التي تلاقت بها مصالح الكثير من الدول، لا سيما الدول التي تسعى لإجهاض قضايا الأمة والانفراد بالقرار العربي ودفع الأمة للارتماء في أحضان أعدائها الساعين لتدمير المعقل الأخير للمقاومة في المنطقة العربية. كل بسببنا. بعمرها إسرائيل ما سرجت تفتح المبحر، عمره ما سرجت تساوي شغلة صغيرة، بس كله هذا منا، كله من أنفسنا. يعني قد ما كنت أنا شرير نضل هاي بلدي، قد ما كان فيني نتالب نضل هاي بلدي. إحنا فكرنا عم نعمر البلد، طلعنا عم نخرب البلد. خربنا عشتنا بإيدينا، نحن خربنا البلد بإيدينا. يعني إذا خربت أنا خربت معه، أنا انتهيت معه. كانت الأموال تأتي يعني من خارج بلدنا لندمر بلدنا بأيدينا. الدول اللي عم تدعم الإرهاب من قطر والسعودية تركيا أمثالها جابونا الموت، جابوا الشعب السوري الموت. ما كنا غير عم نفكر بحالنا أصلاً. المظاهرات اللي طلعناها نحن ما كنا عارفين حالنا مشان شو طالعين. هلا هن ضحكوا علينا باسم الدين. إذا كله حيكون مثلي شهادات جامعية يخلي مجموعات مثل هي ما عندها شهادات، يعني ما عندها كفاءة انه كيف تسيرها، فأكيد بلد ما حتكون، ما حيكون أمورها تمام ولا بخير. أنا بتمنى ابني يمشي بين الناس، كل العالم تحبه ويحب الناس كلها، ما يوم يمشي بالطريق أنا مشي له ولا حد يوجه له كلمة غلط يقول أبوك كان إرهابي
وابو كان قاتل، ما بتمنى له هيك الشيء. دفع المفسدة الكبرى مقدم على دفع المفسدة الصغرى، فإذا كان لرفع الفساد الأول سنعرض البلاد لفساد أكبر، لضيق أكبر، لشدة أكبر. فالعقلاء يدركون تماما أن دفع هذه المفسدة هو الأهم، فينبغي أن يعني يتريثوا ولا يعني يندفعوا وراء يعني من يحرض على تأزيم الوضع أكثر. لكن الطوفان إذا ما عم سيغرق المنطقة بأسرها، ولن يبقى إلا أهلها الذين بنوها بسواعدهم وجبلوا بترابها منذ أن كانت هذه الأرض.